اهلا وسهلا بكم اصدقائي في فيديوهات ورشه عمل الناي والكولا. بتمنى تكونوا دائما ان شاء الله بالف صحه وسلام وخير. اليوم بهذا الفيديو راح نتعلم عزف نشيد موطني على اله الناي. موطني من اجمل القصائد الوطنيه الشعبيه، كتبها الشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان، ولحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل في العام 1934. منذ ذلك الوقت اصبح النشيد الرسمي لفلسطين، حتى تم اعتماد نشيد فدائي إبان بداية الثورة الفلسطينية، إلى أنه ما يزال شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني يعتبر نشيد موطني نشيداً رسمياً له. اعتمد نشيد موطني كنشيد وطني في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، وتم استخدامه بدلاً من نشيد أرض الفراتين لشفيق الكمالي. للحصول على أفضل النتائج في إتقان عزف المقطوعة أنصحكم في تبطيء الفيديو أثناء العزف لتشاهدوا حركة الأصابع بدقة متناهية. ميزة التبطيء طبعا موجودة على اليوتيوب، أتمنى منكم الاستفادة منها. أنصحكم أيضا في تنفيذ جميع الخطوات التدريبية الخمسة المهمة وإنجازها بالتسلسل. رح نبتدئ بالخطوة الأولى، تفضل. استمع. Listen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
معلومات information. شرح المعلومات الموسيقية لنشيد موطني. الملحن لهذا النشيد الموسيقار محمد فليفل، لحنه في العام 1934. المقام الموسيقي هو الكرد، وتم تنفيذه على ناي الدوغا، يعني كرد من درجة الري. مفتاح الصول عليه رقم 8، ويعني أنه جميع النوتات تكتب زائد أكتاف. عنا سي بيمول ومي بيمول علامات التحويل بيمولين. السرعة الموسيقية 70. الميزان الموسيقي هو 4/4. خلونا ننتبه أنه أنا لما رح أبتدئ العد دائما رح ندخل نعزف بالضربة الرابعة، يعني أنا بعد 1 2 3 سي دو ري بعدين منفوت. أوكي، رح تشوفوا طبعا بالخطوات التدريبية هذا الشيء بشكل واضح، يعني الدخول هو لافاري. أوكي، هلأ منشوف المصطلحات اللي موجودة. ننتبه عنا الفاصلة اللي هي لأخذ النفس، هون نركز عليهم الفواصل. طبعا كل شيء نوتات جاي عليهم أقواس هن يعني بيتأدوا مع بعض، يعني أدائهم بانسيابية. أوكي، يعني نفس واحد بيكون منسميه ليجاتو، هذا القوس، قوس اتصال لحني، ويعني أداء جميع النوتات اللي تحت هذا القوس أدائهم بانسيابية. عنا هاي النوتة، نوتة السي، هي سي طبيعية، ننتبهها. يعني كل شيء سي بيمول مي بيمول بيجوا بالمقطوع سي، ومي بيجوا بيمول، باستثناء إلا إذا كتبنا جنبهم هنن غير شيء، مثل هون عنا هو نوتة طبيعية. أوكي، وهون بترجع بيمول سي بيمول. انتبهوا، هون سي طبيعية، هون سي بيمول. طبعا لا ننسى إشارة النفس، مثل ما قلنا دائما الإشارات المكتوبة من كفي. عنا هون تي آر، حرف التي آر هو اختصار لتريل، تريل ويعني تروميلو، يعني الرش على نوتة الفا. هون انتبهوا في فاصلة، ما بعرف إذا واضحة كتير، بس إنه ننتبه مشان أخذ النفس لما نصل هون. هلا منتابع عادي بسطر الثاني. عنا هون كمان سي طبيعية، إشارات النفس، الأقواس، هدول ليجاتو كلهم مع بعضهم، هي ليجاتو. من هون بقى هذا كله من البداية لحد هون، هي مقدمة الموسيقية. من هون بيعود ببتدئ اللحن، طبعا أغنية موطني، مشان هيك كتبت كلمة موطني، إنه من هون راح يبتدي الغناء تبع المقطوعة. كفينا، ننتبه هون عنا كمان تريل، تريل ننتبه هو بالجواب، هي الفا جواب رح نعمل عليها تريل، يعني الفا العالية. تمرنوا لحالة وشوفوا كيف هاي الفا، لازم إذا كان عندكم مشكلة بإخراجها بنصحكم بإنكم توقفوا وتحاولوا تعزفوا النوتة هاي، بس هون يعني بس هاي المنطقة، هدول النوتين تضلوا تكرروهم وتشدوا هواء زيادة لحتى تقدروا تطلعوا هاي نوتة الفا مع التريل تبعها. أوكي، منتابع مثل ما مكتوب، بنعرف صلنا القوس شو هو، تابعنا إشارة التنفس بنعرفها، هون كمان إشارة تنفس أقواس، يعني إجمالا ما في شيء جديد باستثناء هون في عنا التريل، مثل ما لكم شايفين التريل مثل ما قلنا هو يعني الرش. تابعنا القوس، كل شيء نوتات عليهم أقواس، هدول بتأدوا مع بعضهم بنفس واحد. تابعنا ننتبه إشارة تنفس، إشارة كمان تنفس. هلأ هون عنا هاي الإشارة اللي هي رقم واحد، هذا الميزور اللي جاي هون رقم واحد، هون في معه إعادة. شو يعني؟ يعني بنرجع بنعيد من الأول، من الأول من البداية، نرجع للبداية بنعمل هون من البداية بنعزف، يعني من هون من عند الإعادة تماما، هالإعادة بنعيد من هذيك الإعادة لهون ونرجع بنكفي لتحت. مكان ما وصلنا هيك لما نصل لهون بالمرة الثانية بنقفز لرقم 2، بعدين بيجينا كلمة فين وتعني انتهت المقطوعة الموسيقية. غني. Sing. 1 2 3 4 1 2 3 سي دو ري 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 Do re mi re do si do
لا سي دو 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 سي لا سي لا سول فا مي ري سي دو ري 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 دو ري مي ري دو سي دو سولا سي فا سولا فا فا سول فا مي ري 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 سي دو ري فا مي ري دو ري مي مي ري دو سي سي لا سي دو دو سي لا سول سول فا سول لا سول فا فا سي 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 لا دو سي لا 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 سول سي لا سول سول فا سول لا فا مي ري 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 سي دو ري فا مي ري ري مي فا سول فا مي ري ري دو دو سي لا سي دو ري Re mi fa sol fa mi re re do do si la si do re si la si la sol la sol fa sol la si do si la sol fa mi re sol fa mi re si do re 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 Do re mi re do si do la si do 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 si la sol fa mi re si do re 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 do re mi re do si do sol la si fa sol la fa fa sol fa mi re 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 si do re fa mi re Do re mi mi re do si la si do do si la sol sol fa sol la sol fa fa si si la do si la 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 sol si la sol sol fa sol la fa mi re 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 Si do re fa mi re re mi fa sol fa mi re re do do si la si do re re mi fa sol fa mi re re do do si do re si la sol la Sol fa sol la si do si la sol fa mi re sol fa mi re Metronome 1 2 3 4 1 2 3
مرافقة. Accompaniment. أنكم استفدتوا واستمتعتوا في التدريب. أرجو منكم أخباري في قسم التعليقات. هل ساعدكم الفيديو؟ هل كان كل شيء سهل وواضح؟ أود التنويه على أنني أقدم أيضاً دورات تعليمية على سكايب في تعلم قراءة النوتة الموسيقية وتعليم عزف الناي والكولا. لمزيد من المعلومات حول دروس سكايب تركت لكم رابط في الزاوية على الفيديو، يمكنكم زيارته والاطلاع على جميع التفاصيل اللازمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتتلقوا جميع إشعارات بإصدار كل فيديو جديد، ولتحميل جميع النوت المعروضة ضمن الفيديوهات. أدعوكم للانضمام لمجموعة ورشة عمل الناي والكولا على الفيسبوك. أمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في فيديو تعليمي جديد. تحياتي من القلب، محمد فتيان. باي باي.